هل يكتفي بهذا؟ نحن نراهن بشارتك. أنا أعلم أنني 10 دقائق فقط. وأستاذنهم عشان خاطر أستاذنهم لك الندوة كلها. لابد في الكلام شيئا عن الشعر. إن الشعر قبلة من ترشأ شفاء، قبلة من ترشأ شفاء. ألف آه ألف آه متى يكون اللقاء؟ طال عنها البعاد، يا ويح نفسي كيف أن طال عنها البعاد، يا له يا ويح نفسي كيف أن لبعدها أحياء. كل داء له دواء، ولكن ما لبعدي عن الشآم دواء. كلما زرتها بنومي تعافيت، وفي الصحو تهجم الأدواء. ربي لا تحرم الغريب معادا لتراب له إليه انتماء. أيها القلب ألف حسبك منه أن غفى في ترابه الآباء. إنها الشام أينك الشام دار قد نما من ترابها العظماء. ليس منها على المذلة صبر، لا ولا صبر عندها الدهياء. صبر أهلها أبات، ومهما تكطالت في ساحها الأرزاء. كم تحدت خطوبها بإباء، ولكم عز في ثراها الإباء. إنها الشام ذرة المجد في الأرض، وفي كل ما يعز سماء. ألف بشرى لمن أحب ثراها، إنه من له قمة ثراها. حكم الهوى ألا يراني سيدا، حكم الهوى ألا يراني سيدا. ما دمت في حب الشآم مقيدا، قيد يدي قد أحكمته على يدي. هيهات أرضى أن أفك له يدا. ما كان أسعدني الأسير بها، وما أشقى حياتي في سواها سيدا. الشام يا الله، الشام يا الله، كم أحببتها ولكم أود بحبها أن أخرج. وأما مقطوعة سبح لربك سبح أيها الحجر، فما ظفرت به ما يكتب ظفر. يكفيك أنك قد قبلت في دعة كف الرسول الذي عزت به البشر، وأن عمرك في كفيه ثانية أغلى وأكرم ما تهفو له العصر. روحي فدا لمسة من كفه نذرة، وألف ألف فداه السمع والبصر. ما نفعها الروح لولا أنها هديت بما أتانا به. ما نفعه العمر، ما قيمة الكون والدنيا برمتها، ما قيمة الكون والدنيا برمتها. لولا على قلبه لم تنزل السور، فهي التي أعطت الدنيا محاصنها، وهي التي بسناها الكون مزدهر. كان المعدلها من يوم أن ولدت، كان المعدلها من يوم أن ولد من يوم أن وجدت. لولاه لم يرتفع عن أهلها الخطر، فهو الكمال بها، وهو الصلاح لها، وهو الشفيع إذا ما الخلق قد حجروا. فأين مثل يديه في الأنام يد، وأين مثل يديه في الورى ظفر.
رباه صل عليه، رباه صل عليه واشف أعيننا بنظرة منه يا من أنت مقتدر. أما بأمرك، أما بأمرك ربي سبح الحجر، أما بأمرك ربي سبح الحجر بكفه، ليت أني ذلك الحجر. وأختم ببيتين عنوان يا أمتي، لو لم تكوني أمتي يا أمتي، لو لم تكوني أمتي يا أمتي لقضيت عمري في هواك تهجدا، حسبي حسبي وحسبك أن يكون محمد منا، وما وسع الزمان محمدا، وما وسع الزمان محمدا. أحسنت أحسنت أحسنت. وأعلم أحيانا لأنني منذ زمن بعيد لم أقف أعداني في الشارع السوري فوزع بطول، لأنني منذ 10 سنوات لم أقف وراء ميكروفون، بينما كنت سعف، بينما كنت هل يا أستاذ كان يقال عني إلى حد ما أسد المنابر عفريت شكرا لشاعرنا الكبير شاعر سوريا وشاعر العرب الأستاذ مصطفى أكرمه.